الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي في قناة حل التمارين مع هديل. رمضان كريم، وها قد عدت من جديد بدروس اللغة العربية لسنة ثالثة متوسط. اليوم لدينا درس أفعال المقاربة، صفحة 114. نبدأ. لدينا هنا، هو أعطانا في كتاب الأمثلة، المثال رقم واحد وهو وأوشك الإنسان على تدميرها بصفة كاملة، والمثال الثاني تكاد تقضي على صحة المواطنين. وأنا لدي أمثلة، عرض الأمثلة، كاد العالم يزول بالحروب وأوشكت البشرية أن تفنى. لدينا تعريف الأفعال، أفعال مقاربة، وهي أفعال مقاربة هي كاد، أوشك، وكرب، وهي تدل على أن الفعل الذي بعدها قارب الوقوع ولم يقع، يعني أنه كان رح يصرى مي مصراش. أيضا هي أفعال ناقصة وناسخة، وهي من أخوات كان، تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها أو اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها. كمثال على كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني كاد، كان رح يكون المعلم أن يكون رسولا، مي لم يقع هذا الفعل. وعندما نقوم بإعرابها نقول أن كاد هو فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، تعرب كأخوات كانوا. المعلم اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة. أن يكون رسولا جملة فعلية في محل نصب خبر كاد. هنا لم يكن لنا خبر، ولكن كانت لدينا جملة فعلية كانت في محل نصب خبر كاد، لكن هذه الجملة تتضمن خبر. عندما نقوم بإعراب جملة الخبر، أن حرف نصب ومصدر واستقبال معروفة، يكون هو فعل مضارع ناقص منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، واسمه ضمير مستتر تقديره هو. رسولة خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة هنا. والمصدر المؤول أن يكون رسولة في محل نصب خبر كاد. وأيضا أن خبرها يكون دائما، أفعال مقاربة والجملة خبرها يكون دائما جملة فعلية، كما شاهدنا في المثال أن يكون رسولا، هي جملة فعلية وفعلها يكون مضارع، كما أن الأصل فيها أن يأتي متأخرا عن اسمها. الآن لدينا خبر أفعال المقاربة. خبر أفعال المقاربة يكون جملة فعلية فعلها مضارع، مثلا واحد مجرد من أن غالبا بعد كاد، مثال كاد يكون كفرا. اثنان مقترن بأن غالبا بعد أوشك، مثال أوشك مركب أن. هنا بعض التنبيهات، كلمة غالبا تدل على أن خبر أفعال المقاربة يجوز اقترانه بأن، ويجوز أيضا تجرده منها. كاد تدل على القرب أكثر من أوشك، لذلك يكثر تجرد خبرها من أن، لأن أن تدل على تراخي في وقوع الخبر. لدينا ثلاثة، كاد وأوشك يستعملان في الماضي والمضارع، كما يعمل اسم الفاعل من أوشك، أما كربة فتأتي في صيغة الماضي فقط. مثال أوشكت السماء أن تمطر، توشك السماء أن تمطر، أو السماء موشك أن تمطر، أو السماء موشك على أن تمطر. الآن بعد فهم الدرس سوف أقوم باختباركم، أوضف تعلماتي. لدينا سؤال واحد، أدخل أفعال المقاربة على الجمل الآتية واضبطها بالشكل. لدينا الجمل الآتية هي الشمس تشرق، الزرع ييبس أو ييبس، الرخاء يعم البلاد. لدينا الجواب إدخال أفعال المقاربة على الجمل وضبطها بالشكل. أوشكت الشمس تشرق، كاد الزرع ييبس من العطش، يعني كاد الزرع ييبس من العطش، يعني كان رح ييبس لكن لم يقع الفعل. كرب الرخاء يعم البلاد. وهنا لدينا سؤال اثنان،
اعرب الجملة الآتية بالتفصيل: أوشك التلوث أن يقضي على البيئة. الجواب أو الإعراب: أوشك فعل ماضي يدل على المقاربة مبني على الفتح الظاهر. التلوث اسم أوشك مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة على آخره. أن أداة نصب مبنية على السكون. يقضي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. على حرف جر. البيئة اسم مجرور ب على وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره أو على آخره. والجملة الفعلية: يقضي على البيئة في محل نصب خبر، يعني دائما نقول أن خبرها يكون دائما جملة فعلية. تذكروا أن أفعال مقاربة في جملها خبرها يكون دائما جملة فعلية وفعلها يكون مضارع، كما أن الأصل فيه أن يأتي متأخر عن اسمها. إذا قلنا أن البيئة اسم مجرور، والجملة الفعلية يقضي على البيئة في محل نصب خبر أو شكا. لدينا السؤال رقم 3. أساء بعض الزملاء إلى المساحات الخضراء بالمؤسسة فكنت ناصحا لهم. اكتب فقرة موجزة تتضمن النصائح التي وجهتها لهم موظفا أفعال المقاربة. هنا نقوم بكتابة فقرة تتضمن عن نصائح لبعض الزملاء الذين قاموا بالتخريب أو تخريب المساحات الخضراء الخاصة بمؤسستكم، فتقوم بموظفا أفعال المقاربة. توجد أمثلة كثيرة عن الفقرة، ولكن أنا جلبت لكم مثال: إن مدرستنا واحدة من أجمل المدارس في المنطقة، وما زاد جمالها هو المساحات الخضراء التي تعطينا انطباعا وكأننا في جنة، غير أنكم يا زملائي لا تقدرون هذا بقطفكم للأزهار ورميكم لها بعد أن تذبل. كنتم تخربونها. هنا كنتم، فكيف لم تفكروا في من تعب في غرسها وسقيها أو في المدرسة التي ستفقد جمالها؟ لقد أوشكت المدارس الأخرى أن تتفوق على مدرستنا، فهل يرضيكم هذا؟ فلنتعاون جميعا أيها الزملاء من أجل إعادة الإخضرار إلى مدرستنا. هنا يمكن أن تكون فعل مقاربة واحد يكفي أو يفي بالغرض. نتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا اللايك وسبسكرايب، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.